على بركة الله، وبدأوا أول مكالمة. أول مكالمة على اليوتيوب، على فيسبوك. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا وسهلا. مرحبا بك يا أخوي العزيز. بارك الله فيك، عواشرك مبروكة. يبارك فيك علينا وعليك. يلاه طفينا هذاك اللايف، طفينا هذاك اللايف واجي ومرحبا بك. يلاه. الو السلام عليكم. ها هو سيدي. يلاه طفينا هذاك اللايف ومرحبا. الله يحفظك ليا خويا. تفضل استاذه، شكون معايا؟ خويا فاطمة الزهراء من قنيطرة. فاطمة الزهراء من قنيطرة، مرحبا بك فاطمة الزهراء. الله يحفظك ليا. فاطمة الزهراء من قنيطرة، شنو الاسم ديالو؟ فين ساكن؟ سميتو حمزة، ساكن صابو في قنيطرة. المهم بعيد عليا شوية. حمزة هو ساكن في قنيطرة، عيب عليك شوية. شحال نتوما على علاقة لالا فاطمة؟ دابا علي نكملو عامين. علي نكملو عامين. تلاقيتو على الحب الويفي؟ لا كنتلاقاو. كتلاقاو؟ يعني علاقة زواج وداكشي، ولكن حسب السيد غير كيكذب فهمتي. هاكاك حسب الدغل. حاسب دول من حقك اختي، من حقك، من حقك، من حقك. باش ما كانش الزواج تمشي تدبر على راسك. نعم. باش ما كانش الزواج تمشي تدبر على راسك. ايوا المشكله هي انا دابا هذا هو المشكل. راه كتلقى واحد شد وحده وكيجيوها فرص مسكينه ديال الزواج وداك الشيء، وكتبقى تقول لك انا غنساين فلان، ربما يكون مسكين نيتو. المشكله مقاطعه مدوزه مع علينا يلا وصافي، ما يديرش يساوي ديال الخير. امين امين. على العموم اخر مره تلاقيتي معاه؟ ايه دابا حنا في رمضان ما كنتلاقاوش. عا في رمضان ما كتلاقاوش، ما نتوما قول لي خاربينها. نعم. هيا اعطينا الرقم ديالو. زيرو قيد. ها كيوقع المشكل بينك وبينه وكيبدل النمرة. يلا اعطينا الرقم ديالو. زيرو قيد. هكاك زيرو ستة. هيا اييه اييه. دابا نتوما ما مخاصمين ما والو. هاكاك مزيانه ملي درتي هاد القضيه، لان كاين حتى اللي كيتخاصم عاد كيجي يدير بيس. هاكاك راه يعيق بيك. هاكاك الو السي حمزه، كي داير؟ لاباس عليك؟ اعواشر مبروكة ورمضان كريم. رمضان كريم، شكون معك؟ الله يكبر بيك. سي حمزة من القنيطرة، معاك سعيد من بلاطو الخاتم بنيديك، راك معنا على المباشرة سي حمزة، مرحبا بك معنا. المباشرة هي؟ مرحبا بك سي حمزة. وشكون معك هذا؟ مرحبا بك حمزة، قلنا لك راك معنا على المباشر، معاك سعيد من بلاطو الخاتم بنيديك، مرحبا بك معنا. مرحبا. الله يكبر بك سي حمزة، شكرا لحفاوة الاستقبال. سي حمزه معنا شخص المفاجاه ديال هذه الليله، راه معنا في البلاطو، هو اللي عطانا الرقم ديالك باش نتصلوا بك ونفاجئوك على المباشره. سي حمزه واش واجد؟ ايه واش. مرحبا. واجد السي حمزه، مرحبا. بقى معنا. وي استاذ، الصوت ديال حمزه هو هذا؟ مأكده؟ مرحبا. قولي سي حمزه. مرحبا. قبل ما ندوز لك الشخص اللي راه معنا، شكون جا في بالك تكون هذا الشخص المفاجاه اللي راه معنا؟ هادشي هو هاد من العائلة ديالي ولا؟ لا ماشي من العائلة، الشخص اللي معنا قال بيناتكم علاقة سي حسن، وناويين تزوجوا إن شاء الله، الله يخليكم لبعضياتكم، والخبار عند والديها. هادشي اللي قالت. والله يخليكم لبعضياتكم السي حمزة. فرع مزارة. نعم؟ فرع مزارة، فرع مزارة. للأسف باقا ما كتسمعناش، ماشي فاطمة الزهرة. يلا. ماشي فاطمة الزهراء. كي كتكون فاطمة الزهراء؟ علاش كتسكن؟ نعم؟ علاش كتسكن؟ قلت لك في كتكون فاطمة الزهراء؟ في كتسكن؟ كتسكن في قنيطرة، ولكن هي الأصل ديالها ماشي من قنيطرة، ماشي من فاس. من فاس، بقى معنا نتأكدوا واش فاطمة الزهراء، لأن ما قالتناش فاطمة الزهراء. الو استاذه. كنسمع. واش انت هي؟ انا هي، ولكن عاود قولي.
قال له انا ماشي بطنجارة. لا لا، ولكن انت قال لك من فاس الاصل ديالك. بلاتي يبقى معنا. وي سي حمزة، للأسف قالت ماشي فاطمة الزهراء الآنسة اللي معانا. ماشي لا فاطمة الزهراء، فاطمة الزهراء ماشي فاطمة الزهراء السي. لا فاطمة الزهراء هي. لا وش واخا على ديك فاطمة الزهراء، واش هاد فاطمة الزهراء كتبغيها سي حمزة؟ هي كنبغيها. كتبغيها بزاف؟ واش تسينك ولا تدبر على راسها حمزة؟ لا تسيني ماشي، نيشان الرجولة لا ما غندوزش. ما غدوزاش. دبر راسك راه وشاهد شاهد الآلهة، راك على راك مسجلة حسن حمزة. تفضل يا أستاذة تفضل. ألو ألو حمزة، أجيك شان تشتمي وحق الله. ألو شما كما قلت سميتي ولا ما عرفت شي يا أمك، ما وش عقلك باقي كان شي صغير وصافي انت راك عارف هذاك الشيء بيناتنا، راه ماشي دري صغير ولا عرفتي انا ما عرفتش شنو كان، عارف شنو كندير في الدنيا، ما عرفت طريقي، ما عرفت شنو خرجني، راه ما كنضحك عليك. ما هو الرجولة، الرجولة حمزة، الرجولة الرجولة الرجولة. عاد شاد البنت هذيك تغلطت معاه شحال هذي، ولكن اشوف راه المغرب العالم كامل شاهد عليك دابا براسك. سافر جلال ويدينا حياة اخرى. الله يخليكم بعضياتكم يا حمزة. احلى رجال راك وشك غلط. مرحبا فاطمة زهراء، الله يحفظك اخويا، اضمن مستقبلك مع حمزة نيشان دابا. امين الله يحفظك، الله يحفظك، شكرا، الله يخليكم بعضياتكم، السلام عليكم. امين الله يحفظك، الله يخليك. عندك فاطمة اضمن مستقبلك دابا، الله يحفظك لي يا اخويا. صافي دابا شو ها الفيديو شاهد عليه وعليك. الله يحفظك لي، شكرا، يلا مرحبا مرحبا تحياتي، يلا. السلام عليكم، السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، طيب بخير، كي دايره لاباس؟ الحمد لله بخير. الحمد لله. تفضل شكون معايا؟ معاك سكينة ونجور في الملحة. سكينة ونجور في الملحة حدايا. قريبة. مرحبا سكينة، فين ساكن؟ فين ساكن وشنو الاسم ديالو؟ فين ساكن؟ ساكن في طروال. الله أكبر، يعجبني لي الصداع مع ولاد بلادي تينا. اصبر معنا. واخا شحال نتوما على علاقة السكينة؟ احنا مخطوبين. مخطوبين، الله يخليكم بعضياتكم. واخا يعني آخر مرة، آخر مرة، آخر مرة تشوفتي معاه؟ تقريبا مدة. مخطوبين ما كيعيش. كيفاش مخطوبين ما كيهضر معاك ما والو ولا شنو؟ لا كيهضر معايا في التليفون، ولكن يعني كش كيجي عندنا ما كيجيش. ما فهمتش، ما فهمتش شنو؟ لا زعما مخطوبين كيهضر في التليفون. ولكن كيجي كنضطر يعني بقى ما دارش داكشي اللي ما كيجيش. ايوا صافي راه ما خصوش يجي، راه مسألة عادية هادي، شنو فيها؟ ايوا راه ما خصكش وشنو، يبقى صافي عا مخطوبي. شوف راه الخطوبه راه ما كتعنيش راه الزواج، راه اخر مره، اخر مره هضرتي معاه دابا قبيله شويه. قبيل، يلا عطينا الرقم ديالو. زيرو قيد الو زيد شحال؟ 63. زيد زيد قولوا له موزان. خذ عطوه
كنقولوا شويه القليبات شويه القليبات اللي التحق بنا جداد وباقي ما بارطاج. الله يعطينا شويه البارطاج والقليبات. الله يعطيكم الخير اللي التحق بنا اللي التحق بنا اللي التحق باللايف. يعطينا قليبات قليبات ما خاسر والو على قليبات قليبات اللي كيطيروا شويه البارطاج. الله يعطيكم الخير. للاسف ما كيجاوبناش السكينه. عافاك عافاك عمو حوالي وحده الله يسهل عليك. غيكون نعس زعما؟ لا مازال. وفينك يا محمد جاوبنا صاحبي. الو السلام عليكم سي محمد. الو الو اي 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 انكم في العلبة الصوتية لاتصالات المغرب. والله العلبة الصوتية كاع الو السلام عليكم سي محمد. كي داير سي محمد لاباس عليك اخويا؟ لا اله خوت كلشي مزيان واش مبروكه؟ الحمد لله الله يسهل عليك. بارك الله سي محمد. عيب على شويه من الصداع راه حداك صداع شويه. انا اخويا شكون معاكم؟ سي محمد من وزان معاك سعيد من بلاطو الخاتم بين يديك. راك معنا على المباشر سي محمد مرحبا بك. شكون اخويا؟ راك معنا على المباشر من بلاطو الخاتم بين يديك مرحبا بك سي محمد. الله يكبر بك السي محمد. شكرا لحفاوة الاستقبال. سي محمد معنا في البلاطو ديالنا الشخص المفاجأة واللي عطانا الرقم ديالك باش نتصلوا بك وباش نفاجئوك على المباشرة. السي محمد واجد. مرحبا السي محمد. عيب عاد اخويا مصداع الله يعطيك الخير. قول لي سي محمد قبل ما ندوزو لك الشخص اللي راه حاضر معنا في البلاطو شكون جا في بالك شكون توقعت يكون هذا الشخص المفاجأة في نظرك؟ شكون توقعتي هذا الشخص هذا اللي راه حاضر معنا في البلاطو وعطانا الرقم ديالك باش نفاجئوك السي محمد على المباشر؟ اي سي محمد ولكن برنامج المفاجأة شكون توقعتي في نظرك؟ نعم؟ الله يخليها لك السي محمد. الله يخليها لك السي محمد. الله يخليك العائلة ديالك. ولكن الشخص اللي معنا سي محمد مميز هذا شي حاجه عاوتاني. علاش مميز؟ واش رجل مرأة شنو هو؟ معنا آنسة سي محمد قال لك اجمع بيناتكم شي علاقة والله يخليكم بعضياتكم سي محمد. بيناتنا علاقة. بيناتكم علاقة حب. علاقة حب. علاقة حب سي محمد. علاقة حب طلعت معنا على المباشر وعطتنا الرقم ديالك وبغات دير لك واحد المفاجأة على المباشر. انا عندي شكون عندي الحيط؟ نعم الحيط ديالي انا شكون عندي؟ شكون توقعتي تكون؟ المرأة اللي كنبغيها انا. اييه نقول لك المرأة اللي كنبغيها انا. اييه سيدي هي اللي راها معانا دابا. ما كنبغيش تكون معاك انا دابا. نعم؟ ما كنبغيش تكون معاك دابا. راه ما كنسمعكش السي محمد. مرتي مرتي عاد هضرت معايا انا دابا. احنا معنا احنا معنا انسه ما قالتناش مرتك ولا شي حاجه قالت بيناتكم علاقه.
حنا بيناتنا على خيال، ولكن هي كنت معي وراها معانا دابا على المباشرة سي محمد. اييه قلنا السميه ديالها باش ندوزوها لك تهضر معاك. ياك نعم اسيدي. شنقول لك دابا انت دوختيني كاع. دوختك ما والو اسي محمد، ما دوختك. مرتي تشطبني؟ ها واش مرتي تشطبني الحبيبه ديالك تلاتات؟ قالت لنا بيناتكم علاقه حب اسي محمد، كتواصلوا مع بعضياتكم، هادشي اللي قالت لنا. قالت بيناتكم علاقة حب السي محمد. دابا انت حشومة عليك، دابا كتمرقع علينا صاحبي. والله سيدي ما كانت مرقعة عليك، حشومة عليك تقول هاد الهضرة هادي السي محمد. دابا انا دابا الكارطة هادي خلينا نحيد لك وليتي كتمرقع. لا حشومة عليك والله، لا حشومة عليك تقول هاد الهضرة هادي والأنسة معانا وكتسمع فيك دابا. ايوا اي قلنا شكون هي باش ندوزوها لك، كانت هي راها هي، ما كانتش هي راه ماشي هي. اش نقول لك انا انت كنت مركب في التعامين دابا. لا شو مالك السي محمد، ما عندناش الوقت باش نتمرقنوا على الناس ولا نطلعوا ونتمرقنوا على الناس. شو مالك مقدر الوضعيه اللي راك انت فيها، ولكن كون كنت بحالك غنقول شكون. هانيه قلت لك راه مقدر الوضعيه اللي راك انت فيها، ولكن كون كنت بحالك غنقول شكون. هانيه دابا هي شنو قالت لكم؟ الزوجه ديالي الحبيبه ديالي قالت لنا انسانه كتواصل معاك، بيناتكم واحد العلاقه سي محمد، كتواصلوا مع بعضياتكم، هادشي اللي قالت لنا. وطلعت معنا على المباشر قالت لنا انا شفت البرنامج ديالكم، ما كرهتش ان نفاجئ الشخص اللي في حياتي بالبرنامج ديالكم. قلنا لها مرحبا بك. انا الحب ديالي الحياه ديالي نكون صالح معاك دابا. خصك انت وسميتها، انت وسميتها يلا تفضل. اللي كنموت عليها انا كنحماق عليها. نعم هي شنو هي سميتها؟ نعم غالي على خاطرك. دابا انت كتهضر ليا بالصح ولا كتمرقد ليا؟ انا ما كنتمرقدش اسي محمد. دابا هي بغات تفضيني انا، هي راها باغا تهضر معاك. انا عندي امراه وحده في حياتي سكينه. ومالك مخلوع؟ لا ما مخلوع ما والو. لا دابا انت كتمرقد ليا. دابا دابا حنا كنتمرقنوا عليك دابا. يلاه المهم ما حسيت داك التمرقع عليا راه فيك شميه. لا لا حشومه عليك. تفضل يا استاذه تفضل. شكرا بزاف. شكرا اخويا سعيد الله يسهل عليك. هي سكينه. دابا تستفيد دابا تستفيد ديال ثلاثه. مشات تتصل على الصوت. تحياتي لك السي محمد. الله يكبر بك السي محمد، الله يخليكم بعضياتكم. ما تنساش لا 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 ما كانت مرقن عليك ما ولا. ما تنساش تعرض لنا في العرس سي محمد. الله يخليكم بعضياتكم سي محمد. تحياتي لك حبيبي. تحياتي لك. مرحبا. الله يحفظك. شكرا لك. مرحبا. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. اهلا وسهلا بخير. لاباس الحمد لله خويا الله يحفظك. الحمد لله. تفضل شكون معايا؟ معك انا مهدي. شكون؟ مهدي. مرحبا بك يا مهدي. فين ساكن؟ مهدي اسبانيا. نبيل اسبانيا. شنو الاسم ديالها وفين ساكنة؟ اسماء. سميتها اسماء. فين ساكنة اسماء؟ راشيدية. اخويا هضر بالجهد راه ما كنسمعوكش مزيان. اسماء من الراشيدية. شحال نتوما على علاقة نبيل؟ شحال؟ خويا راه ما كنسمعوكش مزيان، حاول تعطينا شوية الصوت الله يعطيك الخير. ست شهور يعني الحب الويفي ولا تلاقيتو؟ تيليفون. كتقول لك انت اللي كاين؟ اه يا
عطينا الرقم ديالها السي نبيل، عطينا الرقم ديالها. اخويا حيد الكيت، حيد الكيت وهضر معانا، حيد الكيت. حيد الكيت، حيد الكيت. وانا حيد الصوت. هاكاك شتي الصوت واضح دابا. عطينا الرقم ديالها، زيد وقيد. زيد. 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 فات لك اتصلتي بينا لا؟ ايوا اتصلت بك هذه واحد ثلاث ايام وما جاوباتكش، كنت ناعسة. حيد الكيت اخويا، حيد الكيت. ناري واش هادو كينعسو في رمضان؟ حسن الفضيلي كنشوفك. خوت اللي باقي ما بارطاجي معنا يبارطاجي معنا اللايف، الله يعطيكم الخير. نعاودوا لاخر مره نشوفوا. ما تقطعش عليها، اهضر معها عادي، قول انا ناعس ولا شي حاجه، هضر معها عادي يا صاحبي. إذا قلت لك هذا قل لها ماشي أنا، يتصوني عليك أقطع عليها. شوف هضر معاها، هضر معاها، كتصوني عليك. قطع شي عليها، قطع عليها تعرفك. انا ما يمكنليش نقول لك النمره، عاود لي النمره يا زيد. زيد 05. يا راه هي هذيك، ما كتجاوبناش، ما كتجاوبناش، هذه خصها تحصل، هذه مهما كتصوني عليك تما باغا تعرف شنو كاين، باغي تقلقل الصوت. تحياتي لك السي نبيل. والو يلا مره اخرى ترى غدا ان شاء الله. يلا اسمحوا لي الخوت واحد شويه.
اش عجيتي دابا؟ اش يطلع طلع 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 خانز الاخر. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. لاباس انت لاباس؟ الحمد لله بخير. الحمد لله. تفضل شكون معايا؟ اباك سهيلة من الدرحان. ما كنسمعكش مزيان، عطينا شوية الصوت ولا حيد الكيت. ماشي. الو الو كتسمعني؟ ما كنسمعكش مزيان. مزيان؟ الو 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 تفضل شكون شكون معايا؟ لك سهيلة من سيدي رحال. سهيلة من سيدي رحال، شنو الاسم ديالو؟ فين ساكن؟ سميتو أنس. أنس، فين ساكن أنس؟ هو ولد كامل ولكن كاين شي سؤال دابا حاليا قبل هضرت معاه بلي أنا كاين شي سؤال. لا عطينا فين ساكن هو، عطينا فين ساكن. كازا. كازا، شحال نتوما على علاقة سهيلة؟ تقريبا شي شهر. تلاقيتو ولا الحب الويفي؟ لا تلاقينا جوج مرات. ها؟ تلاقينا جوج مرات. شحال دامت العلاقة ديالكم؟ شهر. كيقولك انت اللي كاينة ولا جبد معاك الزواج مخطوبين باقين ولا الحب الويفي شنو؟ شنو اها؟ يا عطينا الرقم ديالو زيرو قيد. عطينا الرقم ديالو. بالنسبه لفاتيكاتير والخوت واش كيطلعوا؟ شوف اللي طلعك الاشهار دوزو صافي، اللي طلعك الاشهار دوز الاشهار. عطينا الرقم ديالو زيرو قيد. زيرو سبعة ستة وستين 19 زيد 71 ولا 90 زيد شحال؟ 5 ولا 05؟ اي اي زيد الا فهمت شي حاجه الله يديني للدار البيضاء. عاود لي النمرة عاود زيد زيد 61 زيد 99 عاود زيد ايوا هكاك زير معانا زير معانا صاحبي الله يهديك. أنس يا أنس. الو السلام عليكم. السلام. واش الياس ولا انس اختي؟ بجوج. الو سي انس. هو هذا. كي داير اخويا بخير؟ الحمد لله. رمضان كريم، واش مبروك بالصحة والسلامة؟ علينا وعليك اخويا. امور بخير. انس من الدار البيضاء معك سعيد من بلاطو الخاتم بين يديك، راك معنا على المباشر يا انس، مرحبا بك. الله يكبر بيك انت وحنا يا سي انس، شكرا لحفاوه الاستقبال. سي انس معنا شخص المفاجاه اللي راه حاضر معنا في البلاطو واللي عطانا الرقم ديالك باش نتصلوا بك ونفاجئوك على المباشر. السي انس واجد؟ مرحبا. مرحبا السي انس. استاذه الشخص هذا الصوت ديالو هذا، مرحبا هو هذا. قولي سي انس، قبل ما ندوز لك الانسه اللي معنا، شكون جا في بالك وشكون توقعتي هذه الانسه اللي مفاجاك يا سي انس؟ ايوا سي انس، راه عندك ناس وعزيز عليهم بزاف ماشي غير شويه باش طلعوا معنا البرنامج ديالنا ويفاجئوك بالضبط في هذه الوقيته هذه.
شكون يا أنس توقعتي هاد الآنسة اللي كتجمعك بها واحد العلاقة ماشي سهلة ماشي سهلة على ما عودتنا وحكاتنا؟ الله يخليكم بعضياتكم يا أنس. علاش واش ما عندكش شي وحدة في حياتك أنس؟ اوكي حتى هذا نظر باش نعرفو، ربما تكون السيده غلطات او مع القبالة مع القبالة وانت ما كاينش. اذا انت ما عندك حتى شي وحده ما كاين جا وحده، يعني واخا هي كتسمع ما عندكش مشكل؟ ما عنديش مشكل. ما خافتيش مثلا السيده تجرح ولا هذا ولا تحس بالنقص ولا شي حاجه؟ اقدر نكون نجحت قبل من الجرحيه. كيفاش؟ اقدر نكون نجحت قبل من الجرحيه. اقدر كنت جرحتي انت قبل منا ياك؟ بقى معنا واقيلا غلطة في المرادي. او استاذة الو، هو هذا هو السيد قال لك ما عنده حتى وحده في حياته وقال لك ربما هو جرح قبل منك. لا قول لي واش اقول، قول لي اخر مره قول لي ما تعرفش شي وحده. عباد الله ديروا العز لراسكم، ديروا العز لراسكم، السيد ما عندوش، حنا عاد نبقاو نفكروا فيك. لا واش عاد ديروا العز لراسكم ولا عاد تبقاو عايشين هكا مدلولين؟ حنا دابا السيد كيقول لنا ما عندوش، نبقاو نفكروا حنايا في لاله سهيله. يلا واحد جوج ثلاثه هو معاك، يلا عطيه العصير ودبر راسك، اعملوا العز لراسكم. السي انس هيا معاك يلا. هيا معاك. الو الو انا صعبة. شحال صعيبة خوت هكا والله، يا صعيبة والله العظيم. ما عرفتيني؟ لا ما عرفتش. شوفو كان عيطي بنتك لا انا بغيت غير واش تعرفني ولا لا؟ لا انا ما عرفتش اختي. ورا ما عنده حتى وحدة، الا كنتي انت عاد كتقلب واش عرفك، ورا ما عنده حتى شي وحدة السيد سيدي بطيء. ياك؟ السي انس. خويا هاد السيده هادي واش تساينك ولا تمشي تقلب على راسها؟ هاد السيده هادي واش تساينك تزوج بها ولا تمشي تقلب على راسها؟ شنقول لك دابا ما خاصني نهضر معايا. لا لان اصلا انا كنقول لك الكونسيبت ديال البرنامج هو هذا، السيده مع يطارك نشوفك واش عادكم بها في حياتها ولا السيده تمشي تقلب على راسها، لان السيده كيجيوها ربما كيجيوها خطاب، ربما كيجيوها الناس كيقصدوها لدارهم، يعني بغات تعرفك واش عاد تكون معاها اه لا. وي راه جاوها خطاب وجاوها هذاك ما بغاتش. يعني فوالا، يعني السيده واش مشيت تقلب على راسها ولا تساين انس؟ ما تساين انس. تساين انس؟ اه. وعلاش كتقول انت ما كاينش حتى واحد شي وحده في حياتك؟ ايوا انا ما كنتش عاد بالمشاكل اللي كاينه. اذا كتخاف السيده من هنا واحد العام ولا 6 شهور ولا عامين تقدر تقول لها عاوتاني عندي مشاكل؟ لا ماشي على حساب 6 شهور ولا هذاك المشاكل، راه كل واحد من مشاكله. واخا شنو هو المشكله انس اذا كان ممكن؟ ما نقدرش نقول شنو هو المشكل. ما تقدرش تقول شنو هو المشكل. تحياتي لك انس. شكرا. السلام عليك اخويا. نعم. الدريات والله ما درتو العز لراسكم لا داروا لكم شي حد، باش تكونوا عارفين هاد القضيه، والله ما درتي العز لراسك لا داروا لك شي حد.
اوكي يلا. علي الو، السلام عليكم. بخير الله يبارك فيك، انت لاباس؟ الحمد لله بخير. انت هانيه؟ الله يحفظك. عا واحد من الصداع اخويا، حداك الصداع دابا وقع الصداع؟ لا كاين صداع، كاين صداع، كاين صداع دابا مزيان، كاين صداع. تفضل يا استاذ، شكون معايا؟ ماذا اخويا جمال؟ مرحبا بك يا جمال، فين ساكن؟ اخويا ساكن في السويد. ساكن في السويد، شنو الاسم ديالها وفين ساكنه؟ فين؟ ديك سميتها وفاة ساكنة فاس. ساكنة فاس، شحال نتوما على علاقة سي جمال؟ تقريبا شي عامين دابا. عامين تلاقيتو ولا الحب الويفي مخطوبين شنو؟ لا لا تلاقينا، تلاقينا مخطرة ما جوج. يعني باقيين ما مخطوبينش؟ لا مازال ما مخطوبينش. لا آخر مرة تشوفتي معاها؟ أربع شهور. يلا عطينا، كتقول لك أنت اللي كاين؟ لا ضروري عشان تيقولوا. الله يسخر سيدي، عطينا الرقم ديالها. زيرو قيد. يلا. خمس. والخمس. تفضل تفضل. زيد 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 صفر أربعة. يلا نشوفوا لالا وفاء فين شدها، واش في المغرب ولا وقع في السويد؟ شوية القليبات الخوت، شوية القليبات. الله يعطيكم الخير. نعود الوفاء ما كتجاوبش. القليبات القليبات القليبات. نعود الوفاء مرة أخرى ونشوف الوفاء. أخويا يلا، إلا عندك شي مرة أخرى أعطينا النمرة. يلا قرنا النمرة أخرى. زيد زيد 72 زيد
الو، السلام عليكم اختي وفاء، كي دايره؟ لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله. رمضان كريم وعواشر مبروكه، وسمحنا لا فيقناك من النعاس. الله يبارك فيك، ماشي مشكل. كي دايره اختي وفاء؟ لاباس عليك؟ بارك الله فيك. العائله كل شيء مزيان؟ كل شيء بخير بارك الله فيك الحمد لله. وفاء من مدينه فاس، راك معنا على المباشر، اذا تعطينا واحد دقيقه من وقتك يا وفاء. مرحبا بك. مرحبا سيدي. الله يكبر بك اختي وفاء، شكرا لحفاوه الاستقبال. وفاء راك معنا على المباشر في برنامج المفاجآت الليلية، معنا شخص المفاجأة اللي حاضر معنا في البلاطو، هو اللي عطانا الرقم ديالك والمعلومات ديالك باش نتصلوا بك ونفاجئك او يفاجئك على الطريقه ديالو الخاصه. وفاء انا غادي ندوزو لك. اوكي الربح ده يا استاذ. مرحبا، الصوت ديال وفاء هو هذا. مرحبا سي. قولي اختي وفاء، قبل ما ندوز لك هاد الشخص المفاجأة، شكون جا في بالك او شكون توقعتي هاد الشخص المفاجأة اللي حاضر معنا؟ انت واحد الصراحة الله اعلم. نعم انت واحد، ما درت بالي انت واحد. لا ولكن هو راه معانا شخص، حنا كنقولوا لك معانا شخص وعطانا الرقم ديالك. عطانا ما قلتي لي شكون جاك في بالك، قلت لك زعما ما جاني في بالي. ما جا في بالك حتى واحد. واخا غادي نزيدو نقربوه منك شويه. شخص على ما حكينا كتجمعك به شي علاقة في الآونة الأخيرة، كتلاقوا مرة كتواصلوا مع بعضياتكم، هادشي اللي قالنا ناويين إن شاء الله تجمعوا، علاش لا؟ هادشي اللي قال أختي وفاء ومن طلع معنا، قالنا مي شفت البرنامج ديالكم ما كرهتش نتصل بأغلى إنسانة عندي ونفاجأة من البرنامج ديالكم. يلاه شكون جات في بالك وشكون توقعتيه يكون؟ ما عرفت. وفاء عندها شي علاقة في حياتها ولا ما عندهاش؟ باش عندك شي علاقه في حياتك ولا ما عندكش حاليا؟ لا حاليا لا، يعني مع ما كتجمعك حتى شي علاقه في شي شخص حاليا؟ لا، لانه يقدر يكون هو اللي مفاجئك، هو اللي داير لك هذه المفاجاه هذه. وفاء ما يمكنش، ما عرفتش، ما نقدرش، لانه هو قال لنا بيناتكم علاقه وانت كتقول ما كاينش، ما عرفناش يعني من عند صنت ودب. لا هو قلت لي حاليا. بون، حاليا يعني واش كانت عندك شي علاقة وساليتيها؟ وي يقدر يكون هو اللي تنادم معاه الحال، ما تعرف. ما عرفتش. يلا اختي وفاء، يقدر يكون هو اللي تنادم معاه الحال وراه حاضر معنا. يا وفاء شكون جا في بالك؟ ما نقدرش نقول غير حتى تقولوا لي نتوما ونشوف. واش غادي نقول لك؟ هي راه مفاجأة، وإلا مشينا قلنا لك شكون ما بقات مفاجأة وتحرقات المفاجأة. نبقاو هنا. هو ما نبقاوش هنا، وإنما أنا مقدر الوضعية اللي راك أنتي فيها، ولكن كون كنت بحالك نقول شكون، يعني عندي شي واحد في حياتي بيني وبينه شي علاقة كتجمعني بها شي علاقة. ما نقدرش نقول. يعني وفاء مأكدة ما عندهاش شي علاقة. ما نقدرش. واخا بقى معنا، يقدر يكون غلط في النمرة، بقى معنا وفاء. أستاذ أخويا. جمال واش مفارقين؟ ماشي، ما غير ميك عليها شي ايام صافي. ايوا يعني واش ميك عليها ولا مفارقين؟ السيد راه ما عندهاش. لا ما مفارقينش، غير ميك عليها شي ايام. إذا كنت أنت ما مفارقش، هي راه السيدة راه مفارقة. وهي عاد ما عندي شي تخدم عليك. وفاء ما عرفناش كيفاش غادي نفسروا هذا الشيء. السيد كيقول لنا حنا عاد تلاقينا وكنتواصلوا مع بعضياتنا، وانت كتقول ما كاينش. يلا شكون يا وفاء؟ شكون وعاد تلاقيتو قبل رمضان؟ يلا هات شوفتو قبل رمضان يا وفاء، شكون توقعتي هاد الشخص المفاجأة؟ وعندك عزيز، يلا نزيدوك. ايوا شتي شنو قلتي؟ ما سمعتش. قلت لك عاد تلاقيتو قبل رمضان، شوفتو قبل رمضان. ما عقلتش والله، ما عقلت. وعندك عزيز بزاف يا وفاء، يلا. يلا شكون ما شكون شكون
ما عقلتيش، يعني دابا وفاء ما عندها حتى شي علاقه. اذا السيد مشي يكوب الماء على كرشو، وهذا المفهوم المغربي هو هذا هكا. ايوا راه هي هادي السيد عنده علاقه معاك وانت كتقول انا ما عنديش، اذا عادي راه تخدم عليه. يلا شكون 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 يا وفاء؟ ما عرفت، ما جاتني حتى شي سميه في بالي ولا ما وفاء ما معلقه حتى بشي حد؟ لا. ها؟ لا اطلاقا. اوكي تفضل يا استاذ تفضل. فوق هادشي ما كاينش يا كذا مش لوقت. خويا بعد من الصداع ادري مالك. الو كنسمع داك الشيء. الو هذا امشي لو كتعرفي ولا اهلا 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 كيفاش اهلا 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 ما عندك حتى شي علاقه ولكن ما كنتش كنهضر كان هاد الحيله وهضرنا قلت لك دوختي ديني قال لي تلاقينا وهضرنا دوخني. ولكن انت كتقول ما عندك حتى شي حد خلينا على لا ما حيتش قلتي لي ما عمرك ما عندي حتى شي حد. الو مالك قلتي لي ما عندكش حتى شي علاقه معاها؟ واه راه صافي ما عندي حتى شي حاجه من موراك صافي ما بقى عندي حتى شي حد من موراك. قولي لي من مورا ما عندي حتى شي علاقه. ماشي ما عندي حتى شي علاقه هكاك راه خصو يفهم. قال لك سولك هو سولك قال لك واش يكون يقدر يكون هو تنادم مع الحال وانت قلتي له لا ما كاينش حتى شي واحد وهي اصلا ما عندهاش انت ما كاينش. انا جاوبت على السؤال اللي قال لك ما عنديش شي واحد جاني في بالي ولكن ما نويتش قلت تدعيت ولكن وفاء حنا بغض النظر على هذه العلاقه سولناك واش متعلقه بشي حد قلتي لي لا. ما كنبغيش نجاوب على شي حاجه خاصه كنقول من الاحسن انا يسحب لي شي واحد شي واحد كيكسب عليا في الثاني الليل. شنو قلت؟ عاودي شنو قلتي؟ قلت لها شي واحد كيقشب معايا في تالي الليل. ماشي مشكلة اخويا سعيد شكرا الله يحفظك اسمح لي. شي كلمة المرحومة سي جمال شي كلمة الله يجيب لي ما احسن مني. امين تحياتي لك وفاء. يا الله شكرا الله. تحياتي لك سي جمال الله يفرقكم بلا ذنوب الله يفرقكم بلا ذنوب الله يفرقكم بلا ذنوب. يا شتي هما تفرقوا هما تفرقوا هما تفرقوا هما تفرقوا هاذي خرابيش. مشاو الوريقات مشاو الورق مشا السويد مشات فاطمه ولا وفاء ولا شنو سميتها مشا جمال. الانسان ملي كيكون معلق بشي حد صافي بلا ما نحتاج نعاود نكرر هادشي هذا امور باينه. السيده ما عندها حتى شي حد مشي دبر على راسو والسلام هادشي اللي كاين. الخوت اللي باقي ما تابونا على قناتكم يوتيوب دخلوا اليوتيوب راه اللايف كاين في اليوتيوب دائما كندير كل عشيه وراه كنحط لكم شموس العشيه دير سعيد خربوش على اليوتيوب مرحبا بكم كاملين. اي شاس العشيه لقيتوها في الصفحه ديالكم سعيد خربوش جيم كومونتير بارطاجيو مرحبا بكم. عندي في انستغرام راه هو مثبت التعاليق. لا حول ولا قوة إلا بالله والله درت ولدي الخير. وعرفوا فين حطوا رجلكم عرفوا فين تحطوا رجلاتكم خصوصا البنات ديروا العز لراسكم ما تبقاش خصوصا البنات ما تبقاش عمي درت تلقاش تقول لي وسولوا واش عندك شي علاقة عام مؤخرا الله هضره كي دايره كيديروا هاد الدراري وعا سولة واش كتعرف شي حد عنده شي شهر ولا سيمانة هضره كي دايره. واذا انت ماشي بنادم انت على هذا الحساب هذا صح ديروا العز لراسكم
انسان اللي عنده اللي راك في باله راك في باله صافي عندي فلانه على انت يبرأ تلفع بقى نقلبوا عليك حنايا واش عندك شي فلان عهد السيمانه ولا عهد يومين ولا عهد ثلاث ايام. اروع تحيه لكم الخوت، سلام.